من أدى عمرة عن نفسه وحلق بالموس ويريد أن يؤدي عمرة أخرى كيف يفعل؟ نعم، أدى العمرة الأولى وحلق رأسه بالموس تاما ثم يريد أن يؤدي عمرة أخرى وليس في رأسه شعر. قلنا إن تكرار العمرة في وقت متقارب لا ينبغي، ينبغي يكون بين العمرتين فترة حيث يكون هناك شعر في الرأس يحلق، يكون بينهما فترة. أما المقاربة بينهما بوقت يسير فهذا غير لائق، ولكن إذا أدى عمره وليس في شعر في رأسه شعر يجري الموس على رأسه، يجري الموس على رأسه. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.